أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من مؤشر النيل التي نتعرف فيها بالأرقام والتحليل وتحليل أكثر واقعية على أداء سوق المال المصري. اليوم الأربعاء مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي لدى الإغلاق. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جيك 30 تراجع بنسبة 67% لينهي التعاملات عند مستوى 9864 نقطة. مؤشر أسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 هبط أيضا ولكن بنسبة 1.51% ليصل إلى 2121.36 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي انخفض بنسبة 1.35% من قيمته ليصل إلى 3041.48 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية اليوم وخلال التعاملات، جاء قطاع البنوك على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 23.76%. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حل ثانية من حيث التداولات بنسبة 17.72%، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 15.32%. ودعونا ننتقل إلى مؤشرات الأسواق العالمية. فالداو جونز فتح منذ ساعتين تقريبا، بدأ على انخفاض ولكن بدأ في صعود الآن، فهو صعد الآن بنسبة 27%، وصل ل 29,318.59%. S&P 500 منخفض بنسبة 2% ومازال متذبذب فترة صعود وهبوط، هو تحول الآن إلى الأخضر بنسبة 1%، وصل ل 3589.35 نقطة. وضح أن التذبذب عالي جدا في أسواق المال العالمية بشكل كبير. ناسداك أيضا كان مرتفعا، هو انخفض الآن بنسبة 8%، ولكن عليه أرقام تصحيح، 8%، وصل 10,416.64%. داكس الأسواق الأوروبية كانت أغلقت على انخفاض كبير اليوم، فداكس انخفض ب 39%. FTSE 100 البريطاني انخفض بنسبة 86% بسبب العقارات. كاك 40 الفرنسي منخفض ب 25%. يوروستوكس 50 منخفض ب 26%. أنتقل بكم إلى أسعار البترول التي انخفضت بشكل كبير الآن، ومنخفضة ب 3.25% ل 46 دولار 47 سنت. نتحدث عن غرب تكساس الوسيط. البرنت منخفض ب 2.73%، وصل ل 91 دولار 72%. بالنسبة للعملات، اليورو متراجع أمام الدولار، الدولار في أعلى نقطة منذ 24 عاما اليوم. اليورو متراجع بنسبة 18%، وصل ل 9,686.85 من 10,000 من الدولار، لم يصل حتى لدولار واحد حتى الآن. الجريت بريتن باوند أو الاسترليني مرتفع أمام الدولار بنسبة 1% و3%، وصل لدولار وتقريبا 10 سنتات أو أكثر من 10 سنتات. مزيد من التحليل معي الأستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا شايفين الأسواق الأوروبية النهاردة منخفضة بشكل كبير، البورصة المصرية منخفضة، داو جونز كان فتح على انخفاض وبدأ شوية يحسن شوية. بداية جلستنا المصرية النهاردة شفتيها ازاي؟ يعني احنا مش بمنقع عن اللي بيحصل في المؤشرات الأسهم العالمية، يمكن حتى احنا من ساعة الاجتماع الأخير أو القرارات الأخيرة بشأن رفع الفايدة بالنسبة للفيدرالي والبيانات الاقتصادية اللي طالعة من أمريكا، وإلى حد ما في بعض التخاوف العالمي بالنسبة لأسواق الأسهم بشكل خاص كمان. يمكن خوف عالمي من الركود بالضبط، هو مأثر على كل حاجة صحيح. ولكن الأسهم هي الأكثر حساسية أو المقياس الأكثر حساسية لخوف الناس على طبعا فلوسهم، وبالتالي بيحصل زي ما بنقول كده سحب ضخم جدا للسيولة من الأسهم، وبيضطروا أن هم يروحوا للعوائد السندات أو العوائد المضمونة، وبالتالي ده إحنا مش بعيد عن القرارات أو الأداء العالمي اللي إحنا شايفينه. عندنا يمكن كنا شايفين بعض الارتفاعات اللي وصلنا بيها أو قدرنا أن إحنا نوصل بيها الأراوند 10,600 نقطة، ومن عندها بدأ يكون في
زي حالة عامة كده من الهدوء ومن مش هنقول تشاؤم ولكن حذر. احنا شايفين أداء حذر جدا، الانتقائية عالية جدا في السوق المصري في الفترة الأخيرة. صحيح ان احنا بدأنا ندخل في حركات عرضية على المؤشر الثلاثيني والسبعيني، يمكن الثلاثيني واخدين كده تو باوندري اب اند داون عند مثلا التسعة 600 اللي تحت وعشرة 300 لفوق، بنحاول ان احنا نفولاتايل ما بينهم. السبعيني كذلك، يمكن كمان السبعيني في اسهم او بعض الاسهم اللي بتحاول تنفصل بشكل عام عن اداء العام السلبي للمؤشر وبتحاول ان هي تعمل جريات بسيطه، ولكن احنا عارفين ان الاسهم السبعينيه نفسها قصير. مشاهده كمان احنا بدانا نلاحظها في السوق بالرغم من الاداء الضعيف على اغلب القياديات اللي بتحصل او اغلب القياديات اللي في السوق وسحب السيوله اللي بيحصل عليها دلوقتي، الا اننا شايفين حركه تجميعيه قويه جدا على التجاري الدولي. يمكن ده اللي بيحاول ان هو يثبت المؤشر فوق مستويات الدعم بتاعته، او ده اللي مخليه قادر يحافظ على اللور باوندري بتاعه. مناطق التجميع الحالية عند التجاري الدولي أعتقد أن فيها مشتري ذكي بيقدر أن هو يحافظ على المستويات السعرية للسهم، بيحاول قادر أن هو يدي الإمباكت العام لأن لسه السوق فيه أمل أو لسه السوق فيه فرصة، وبالتالي ده مش مخلي المستثمر حتى المستثمرين الأفراد عازفين خالص عن التداول. وده يعني احنا شايفينه ان ما في صحيح في تراجع ولو نسبي على قيم التداولات، ان احنا ما بدأناش نروح للمليار ونعديها، ولكن احنا برضو ما بدأناش نوصل لمستويات 500 و600 مليون اللي احنا كنا عاملينها اللي كانت قبليها بالظبط. طيب هنا السؤال، يعني على التجاري الدولي خاصة او على المؤشر الثلاثيني، فكرة ان هو مازال هو المسيطر على المؤشر الثلاثيني وبيدي مؤشرات اما بالصعود الشديد للمؤشر مع تراجع بقية الاسهم حتى في الاعمال اللي فيها، دي ما بقتش موجودة لان الوزن النسبي للمؤشر دلوقتي او سوري للتجاري في المؤشر دلوقتي هو اراوند الربع اعلى شوية بسيطة، وعنده الوصيف بتاعه اي فاينانس. وبعدين احنا بنتكلم ان اوريدي التجاري في مستويات سعرية هابطة، احنا بالظبط احنا التجاري من الطبيعي بتاعه ان هو بعد كان التوزيع ان هو بيقدر ياكل الكوبون في الجلسة يعني جلسة والتانية بيقدر ان هو يرتفع ياكل الكوبون بتاعه بيرجع لمستوياته السعرية بتاع اللي قبل التوزيع، ولكن ده ما حصلش المره دي. وبالتالي احنا بنتكلم في التجاري اراوند ال 24 وال 25 دي مستويات قاعان. صحيح ان احنا قلقانين ان يكون ممكن يحصل عليها فولس بريك في جلسه او في نص جلسه، ولكن انا ما اعتقدش ان هيكون في ده هيحصل خلال مثلا الاسبوع الجاي على الاقل، لان ده هيبدا ان هو يخلي المؤشر يعمل لنا بانيك في السوق او يخلي المؤشر يوصل ل اراوند 9280 9300، وعندها هيكون تزامنا من بعض الاخبار السلبيه المتعلقه برضو بالاقتصاد الكلي. يمكن ده ممكن يتحقق مع احنا النهارده في اجتماعات صندوق النقد الدولي بيناقشوا فيه بالظبط، وبيناقشوا فيه خطط التمويل المستقبليه للدول، وبالتالي احنا مستنيين قرار بالنسبه لمفاوضات مصر مع الصندوق. عندنا بيانات امريكيه لسه عايزين خلال اسبوع ده هتبدا تطلع. صحيح. ده هيعزز رؤيه الفدرالي او خطه الفدرالي نحو زياده الفايده، وبالتالي احنا صحيح السياسه النقديه عندنا بدات ان هي تنفصل بشكل كبير عن الاداء العام للسياسات الفدراليه والمركزيات الاوروبيه، ولكن احنا برضو بدا وفي بعض التيسير في توفير العمله للمواطنين والعمليات الاستيراد والعمليات التجاريه، ولكن برضو ده بيأثر على بالظبط، خاصه ان انت وان كان ما عندكش المستثمر الرئيسي عندنا في السوق هو المستثمر المؤسسي، ولكن الافراد دلوقتي بقت متابعه جيده جدا او بشكل جيد جدا للاخبار حواليها. وعليه احنا في حته عرضيه جدا، احنا لازم نبدا نشوف زي ما بنقول كده كلير بريك لفوق او لتحت عشان نبدا ان احنا نمشي مع السوق او نبدا ان احنا نحط التارجتس بتاعتنا للسوق. والوقت ده لو انت بدات او تحاول تسبق السوق بخطوه هيكون ضار ليك، لان زي ما قلت لك احنا ممكن يحصل عندنا كسر خاطئ لجلسه او جلسه ونص، وبعدين بتبدا تلاقي ان الامور ترجع تاني. طب هنا انا هسالك بقى السؤال اللي دايما بنقوله في الاوقات اللي زي كده،
نصيحه للمستثمر الفرد، احنا طبعا ما بنتكلمش على المؤسسات، المؤسسات ليها استراتيجياتها وليها مراكز ابحاثها. المستثمرين الافراد دايما بيبقوا الاضعف في السوق في الوقت دوت، وزي ما انت قلتي لو كسر خاطئ للاسفل بيعمل حاله بانيك عند الافراد، او حتى للاعلى بيعمل حاله انتعاش ممكن تكون خاطئه برضو. وهرجع اسالك برضو مع هذا السؤال، هل نمشي على التحليل الفني ولا التحليل المالي ولا نجمع بينهم، خاصه ان التحليل الفني القنوات اللي انت بتتكلمي عليها برضو الجابه بينها كبيره قوي. بالظبط، كل ده اختصاره تتبع السيوله. شوف الفلوس بتدخل فين وانت معاها، ايه اللي بيطلع السهم؟ هي الفلوس. تمام، بما ان السهم الفلاني اكس واي زد في فلو ان عليه بشكل مستمر جلسه اتنين، يبقى احنا بنعمل تتبع. او بس ساعات ده بيظلم الافراد، لان افراد فلوسهم برضو اقل، وساعات احنا عارفين ان بيبقى في جيمات في 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 في, في البورصه يعني. برضو انا ما انا كمستثمر فرد انا اللي يهمني اكسب. جيمه مش جيمه، انا يهمني ايه؟ ان انا اخش اخد برسنتج صغيره واخرج. اخش اخد ما نطمعش دايما خالص، ما تطمعش. مش وقته خالص تطمع، ده لما ان شاء الله نكون في ترند صاعد. احنا لحد دلوقتي ما كسرناش، طول ما احنا تحت ال 10600 انت مش في ترند صاعد. وان كان هنقدر نقول ان احنا برضو بنحاول ان احنا ما يعني ما نقولش عليها لا بنخلص موجة التصحيح. تمام، فبالتالي لا، هو انت تتبع السيولة. التحليل الفني بيطلع لك كل يوم ريكومنديشنز جديدة بناء على مؤشرات السيولة ومؤشرات العزم. التحرير المالي بيكون فيه يعني شرح تفصيلي كده لنتائج أعمال الشركات، للأخبار اللي بتطلع مختصة ببعض القطاعات ببعض الشركات وتأثيرها إزاي. شوف ممكن يكون في خبر إيجابي جدا بالنسبة لقطاع أو بشركة، بس ما فيهوش فلوس، فبالتالي أنت هتكسب منين؟ هي تتبع الفلوس. جيمة سهم كويس، سهم جيمات، سهم تلاتيني، سهم سبعيني، ادخل تتبع السيولة. سبعيني بعد ما كان مأدي أداء كويس بدأنا نشوف يتراجع، مع انه الان منفصل عن الثلاثيني بشكل اساسي. شايفه السبعيني ازاي؟ نفس الفكره، ان السبعيني كان بيشوف الاداء الواو دوت، وان احنا قدرنا نشوف فيه ارتفاعات قويه عشان في بعض الاسهم اللي بيحصل عليها جيمات، وبالتالي بتاثر لي على، وان كان هو كابيتال ويتد، وبالتالي سوري مش كابيتال ويتد، هو الوقت متوازي الاوزان، متساوي الاوزان بالظبط. فبالتالي برضو هو بيأثر لنا على الاداء العام او المزاجيه العامه بتاعت الاسهم الصغيره. ليه؟ الجيمه بتحصل على سهمين ثلاثه في السوق. تمام، عندك 50 سهم وراه بيبدا ان هو يتبع الجيمه دي ويجري وراه. ليه؟ لان مثلا عندك سهم اكس في القطاع الفلاني، ده هو اللي بيبدا الجيمه بتاعت السوق. الناس بتبص عليه يوم بتبص على القطاع يوم الثاني الثالث، ما بتلحقش السهم ده، بتقول لك طب السهم ده شبيهه كذا، اما الحق اجري على ده. الناس خايفه من ده فتلحق الثاني وهكذا، فتبدا ان العدوى كلها او عدوى التفاؤل ما بين المستثمرين تنتشر في الاسهم كلها، وعليها بيحصل اكسلريشن مش على الاسهم الجيمات بس، ولكن على الاسهم اللي الناس بتبدا تهتم بيها كلها. طيب لو حصل كراش في الجيمات ايه اللي بيحصل؟ بنفس الميثودولوجي، الناس بتبدا ان هي تخاف او تبدا تشوف ده بيصفر داون جلسه اتنين تلاته، لا وانا لسه السهم بتاعي ما صفرش لما الحق ابيع، وهكذا وهكذا، فيبداوا يصفروا. فهي سياسه القطيع المسيطره على العقل الجمعي للمستثمرين خاصه الافراد ذو الملاءه الماليه الصغيره، هي اللي بتؤدي ان في فولاتايلز عاليه جدا وقد تكون عشوائية على الأسهم، وبالتالي بتديني الرفلكت ده على الأداء العام للمؤشر. طيب قبل ما أروح لفكرة يعني الأزمة وهنعمل طروحات في الوقت ده ولا لأ، لازم أسألك على فكرة برضو التتبع السيولة وفكرة السبعيني والتلاتيني، وخاصة السبعيني عندنا أسهم تقيلة وعندنا شركات قوية ذات ملاءة قوية عندنا وبتعمل توزيعات كويسة، ومش عايزين نذكر نقول كل مرة المطاحن والبتروكيماويات وغيرها. الشركات دي ما بتتحركش، تقيلة وواقفة والفولاتايل عليها قليل جدا، اللي ثابت فيها ثابت واللي غير لأ. ليه ما نرجعش لفكره الاستثمار طويل الاجل؟ وهل فعلا دي نصيحه انت ممكن تقولي، هل ده وقت ان احنا نرجع فيه
نعمل ميد رينج لونج او يعني طويل ومتوسط الاجل في استثمار ولا لا؟ طيب انا هروح استثمر في شركه ثمنها واتيفر من 20 ل 80 جنيه، انا كمستثمر فرد عشان استنى منه كوبون سنوي 3 جنيه مقابل ان انا ممكن اعمل البرسنتج دي وازيد منها على الشاشه في اسبوع، مش هيحصل. وبالتالي لازم عشان يبدا الفكر ده يتنقل للسوق، سوري للمستثمرين الافراد، لازم يكون في زي ايه قائد للحركه. القائد للحركه دي مش هيجي غير من مستثمر مؤسسي او مستثمر حكومي. وبالتالي عشان ابدا ان انا ارجع الفكر ده، انا محتاجه ان الحكومه نفسها هي اللي تطبقه عليها اولا، تبدا تاخد المبادره كده في ان هي تعمل فند باي رقم. احنا 3 مليار كانوا عملوا لنا القمه بتاعه 18000، فانت متخيل ان هم لو عملوا دلوقتي كمان مليار او اتنين ممكن يحصل ايه في السوق. ويبدا الاعلان عن ان بيكون في صندوق الفلاني الحكومي بيشتري حصص في الشركات 1 2 3 من الشاشه او من السوق. تمام، مش بقول لك استحواذات، مش بقول لك صفقات، مش بقول لك ان صناديق اجنبيه او عربيه تيجي تشتري، ولكن انا كمستثمر مصري او مؤسسه مصريه ابدا ان انا اضخ سيوله في الاسهم القطاع الاعمال بتاعتي واسهم الدوله بتاعتي. مضاحن ديت اسهم دوله. صحيح. عم استصلاح زراعي ولا استصلاح اراضي ومش عارف النصر للاعمال، كل دي اسهم دوله وشركات دوله وكيماويات وعقارات وعندنا حاجات كتير. فلما المؤسسه تبدا ان هي تعلن ان انا يا جماعه انا هاخد والله 5% وهعمل ده، انا هاخد 5% من السوق، الاسهم ديت هتبدا ان هي تعمل طفرات سعريه قويه جدا، ويبدا ان انا هاخد الكميه دي عشان انا بستثمرها لمده 3 4 سنين قدام. وبالتالي انا كمستثمر عندي امان ان انا مش هيتم البيع عليا بكميات كبيره، فانا هبدا ان انا اتحرك نحو الاسهم ديت، بلس ان انا باخد منها كوبون، فهتبقى دي عامل جذب اكتر من الاسهم اللي ملهاش اي اساس مالي. فبالتالي طول ما عندناش قائد بينظم او بيضبط حركه ايقاع السوق، هتلاقي العشوائيه دي اللي حصل. طيب اخيرا جلسه بكره شايفاها ازاي؟ مش هتبقى مختلفه كتير عن النهارده. احنا العادي دلوقتي في السوق ان احنا بنفتح ان يكون في شويه ارتفاعات سواء على المؤشرات وعلى الاسهم، او ثبات على المؤشرات ارتفاع على الاسهم، مع مرور اول ساعه ساعه ونص بيبدا عمليات البيع تاني بتحصل. ويمكن ده ممكن يبدا بدري شويه عشان احنا جلسه خميس، ولسه زي ما قلت لك احنا ممكن نشوف في الويك اند بعض الاخبار، وبالتالي ما مش هتكون مختلفه كتير عن النهارده. نعم، انا بشكرك استاذه منى مصطفى خبيره سوق المال، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على متابعه مؤشر النيل. بنعمل مع البورصه المصريه لتحليل اكثر واقعيه، تابعونا دائما. بنخلكم تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحيات حسام الدين عاطف. الى اللقاء.